دابا غادي ندخل للعمليه. كنتمنى كل شيء يكون يدوز مزيان، وكنشكر كاع اللي عاوني من قريب ولا من بعيد، سواء ماديا معنويا ولا غير يعني بالكلام الزوين. ان شاء الله كل شيء يدوز مزيان، وكنشكر الموقع ديال اشواقع. كنقول لكم يعني دائما كتكونوا سباقين لهذه المبادرات، وشكرا، وان شاء الله كل شيء يدوز مزيان. Thank you.